السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. نتمنى لكم أولا جمعة مباركة إن شاء الله. الخبر لحد الساعة أنايا ما مصدقوش، خبر تيقول يعني اللي ما عندوش الريزيدنسة وجاي من المغرب وخا تكون عنده الوراق، يعني عنده الإقامة ديالو، يعني عندي بيرميس سيجورن ديالي ونتم جاي داخل، إلا ما عندكش الريزيدنسة تحبسوك في المطار. انا لحد الساعه الخبر سمعته وقالوا لي اخوانا راه واش بصح ما بصح، ولا ما غاديش نصدق وما غاديش نكذب. ما غاديش نصدق بواحد النسبه ديال تقريبا 100%، ما غاديش نصدق هذا الخبر لانه ما تستندش على شي دلائل حقيقيه. وما غاديش نكذب لان كل شيء ممكن، اي حاجه ممكنه، اي حاجه تسمعها راه تقدر تكون ماشي بعيد، ولكن نتناقشوا هذا الموضوع هذا. الا كان الانسان عنده البيرميس جورنو ديالو غادي تحبسوا انه ما يدخلش. اش دير مع الناس اللي جايين على الفيزا؟ انا الله جاي باغي يخدم كذا والساكن ما عارفش عنده السكن ولا ما عندوش، يلا جاي داخل مثلا غتحبسوا فيها وتقول لي لا جيب الريزيدنسا هو جاي على الفيزا. الا ما حبسش هادو بالفيزا ديالو ما تتحبسهمش، كيفاش تحبس واحد اللي عنده ديجا الاقامه ديالو هنا في هذه البلاد هذه مثلا؟ هذا مثال بسيط هذا مثلا. وكذلك راه الانسان ممكن انه يغير السكن، ممكن مشى مثلا المغرب وعاد يرجع وعاد يشوف سكن اخر، شنو مشكل؟ ما كاينش مشكل. كاينين الناس هنا هما عدد هنايا بلا سكن بلا والو، علاش ما يشدوهمش يقول لهم اجوروا الناس الساكن في الساكنين انتوما ريزيدنسا ويشدوهم ويرحلوهم مثلا؟ الا كان هذا الخبر صحيح بصح النيت ما نقبلوش عاوتاني اللي باغي يبدل عاوتاني الاوراق ديالو تيدير غير لوسبيتاليتي وتبدل بها الاوراق، يعني ما يقبلوهاش ليه، يقولوا لي لا سير دير ريزيدنسا باش نبدلو لك الاوراق مثلا. الا كان هذا الخبر صحيح، انا في نظري هذا الخبر ما صحيح ما والو، ما كاين منه والو، هذه غير دعايه والو خاويه بصراحه، دعايه خاويه. ما عرفش انا هذا الخبر فين شافوه، فين قراوه، فين ما كاين حتى شي حاجه تقول المساله. مثلا الانسان تقول لي مثلا انه ما يبقاش اكثر من عام، ممكن هادشي كاين في القوانين ماشي بعيد، هادشي صحيح. اما باش تقول لي الانسان جاي داخل من المغرب وعنده الوراق ديالو عنده 5 سنين ولا عنده عام كاع مثلا، باقي لي عام في البيرميس سجورو ديالو وجاي راجع مثلا وعنده الخدمه عنده فين غادي يخدم وتحبسو تقول لي راه ما عندوش ريزيدنسا، هادي راه شيء لا يعقل، ما يدخلش الراس وما يتقبلو حتى شي واحد. ولا اظن لا اظن انه غيكون بصح هاد المساله هادي، لان اصلا بعد ما كايناش قانون، ما كاينش ارتيكل تيقول بان اللي ما عندوش ريزيدنسا واخا عنده البيرميسو، وراه الحماق هذا. عباد الله حلوا دماغكم شويه، راه هذا هو الحماق. واش انسان عنده البيرميسو جورنال تقول لي حبسوه في المطار؟ راه ما يمكنش حبسوك، علاش غادي حبسوك؟ هذا لا حبسوه، راه اما عندك مشكل او عندك شي حاجه اللي ما عرفت، عندك شي حاجه اللي تتمنع انك تدخل لهاد البلاد هادي، جات مخبار مثلا انك ارهابي ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، هذا ممكن انهم يحبسوك ويرجعوك في الطياره. ولكن ما تنظنش انه على حساب الريزيدنسا يقولوا لك رجع للمغرب رجع للبلاد ديالك، هذه مسألة لا أصدقها وما تنظرش بأنها كاينة وما كايناش. ومن أحسن الإنسان ما يبقاش قاعد يهضر في هذه المسائل هذه، لأن ما تنظرش بأنها صحيح هذا الشيء. وراه كنت تدخل مثلا ما ديرش كاع مثلا المطار مثلا، ما تجيش دير كاع من المغرب وتجي دير المطار، يعني ما ديرش الطيارة أنت كاع، دير الكار ولا دير الباطو ولا دير إسبانيا أنت كاع، ما تدخلش كاع ديريكت واش غادي يحبسك شي واحد؟ ما تنظنش يا عباد الله. انا ما عرفتش انا هاد الناس من تيجيبوا هاد الاخبار هادي، الله يهديهم ما خلقوا صافي، ما كايناش هاد المساله هادي، هاد المساله هادي راه ما كايناش. على اي غادي نبحث نشوف هاد المساله هادي واش كاينه، لحد الساعه ما شفت حتى شي ديكريت وحتى شي قانون تنص على ان انسان عنده بيرميس سو سيجورنو فقد مثلا السكن ديالو هنا وهو المغرب يشوف عائلته وغادي يرجع عاد يشوف مثلا السكن ويشوف الخدمه ديالو ويشوف المسائل ديالو. ما كايناش هاد المسائل هادي، اش هاد الحماق هذا؟ ما فهمتش اخو، انا ما فهمتش. انا الناس اللي قالوا لي قلت راه ما يمكنش، ما كاين والو من هادشي ما كاين منه حتى شي حاجه. هذا ما كان في هاد الحلقه هادي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.